بيكم في حلقه جديده من برنامج حظك اليوم، وهنبتدي مع برج الحمل. مهنيا الاجواء اللي حواليك ايجابيه، حاول تستغلها وتكون احسن في شغلك. عاطفيا حاول يكون عندك لغه حوار تتعامل بيها مع الشخص اللي بتحبه. برج الثور مهنيا يومك النهارده هيخليك ناجح في عيون الاشخاص اللي حواليك، حاول تستغل ده. عاطفيا انت في فتره هاديه في علاقتك العاطفيه، حاول تستغل ده. برج الجوزاء مهنيا ما تبداش في مشاريع جديده في حياتك لان ده هيسبب لك خساره. عاطفيا حاول تستمتع مع الشخص اللي بتحبه وما تخليش ناس تدخل ما بينكم. برج السرطان مهنيا هتقابلك تغيرات في الشغل الفتره الجايه، حاول تتاقلم معاها. اما عاطفيا خلي عندك حلول استثنائيه لمشاكلك مع الشخص اللي بتحبه. برج الاسد مهنيا ما تخليش الناس اللي بتكرهك في الشغل تاثر على شغلك. اما عاطفيا حاول تكون متسامح اكتر من كده مع الشخص اللي بتحبه. برج العذراء مهنيا تطور الامور عندك في الشغل يا اما لنجاح او لفشل، خلي بالك. اما عاطفيا فحاول ما تجيش على الشخص اللي بتحبه عشان علاقتكم ما تبقاش سطحيه. برج الميزان مهنيا ما تخليش الشغل يتراكم عليك عشان ده هيسبب لك احباط كبير. اما عاطفيا خليك قد المشاكل اللي بتواجهك عشان الشخص اللي بتحبه معتمد عليك. برج العقرب مهنيا قدامك مشاكل كتير اليومين دول، حاول تركز فيها. عاطفيا في حد في الشغل بيلفت انتباهك، فكر كويس فيه. برج القوس مهنيا حاول تحسن علاقتك بمديرينك عشان في مشاكل كتير النهارده. اما عاطفيا حاول تعيد تفكير في علاقتك بالشخص اللي بتحبه لان فيها مشاكل اكتر من مزايا. برج الجدي مهنيا حاول تكون موجود وظاهر في شغلك لان محدش يعرف عنك حاجه. عاطفيا ما تحاولش تكون مستفز للشخص اللي بتحبه لانه بدا يمل منه. برج الدلو مهنيا في مفاجاه ماليه كبيره جايه في السكه، خليك مستعد. اما عاطفيا عالج الامور ما بينك وبين الشخص اللي بتحبه بشكل اهدى من كده. برج الحوت مهنيا غير سلوكك في الشغل عشان زمايلك بداوا يكرهوك. اما عاطفيا ما تحاولش تبقى متكبر على الشخص اللي بتحبه وتحسسه ان هو اقل منك.